الحمد لله على النعمة التي أنعم الله بها علينا بأن نقود قمة مثل قمة الجي 20، فهي قمة مهمة للعالم أجمع. ولو كانت هذه القمة في هذه الظروف الاستثنائية في أي بلد آخر في العالم ربما اعتذرت، ولكن في ظل الأزمات تتلألأ السعودية حكومة وشعبا وتقوم بدورها بأكمل وجه لإرسال رسالة ونموذج يحتذى به للعالم أجمع، مما قد يدعم المسيرة والموقع الاقتصادي والسياسي والجغرافي للمملكة العربية السعودية في ظل المجموعة 20.